السلام عليكم حال الشباب، معكم شركي ريال شركي كيا شركي فيديو جديد. طيب شباب، هالفيديو راح نلعب كوستوم زومبي بلاك اوبس 3. اللي ما يدري بلاك اوبس 3 على البي سي او الكمبيوتر في الكوستوم ماب اللي هم الناس يسووا مابات، وفي مابات جدا رهيبه. سويت فيديوهات كثير على القناه واظن معظمكم يعرف شو هي الكوستوم ماب. فالماب اللي شايفه حاليا واحد شارح الماب اللي هو ميكس بين اورجنز وبين نخدر انتوتن، خليط بين اورجنز وماب نخدر انتوتن. فمبين الماب صغير لان حجمه صغير، حملته حجمه صغير للحين ما لعبته، ما اعرف ايش عن الماب. فهلا راح نفوت مع بعض نجرب الماب، فيلا خلينا نبدا. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه الجيم بلاي راح تشوفوه بعد شوي مصور باستعمال كرت شاشه زوتاك انفيديا جي تي اكس 1650. هذا الكارت نزل امس بتاريخ 23/4، وانا من اول الناس اللي كان عندي نسخة عن كارت الشاشة عشان اسوي عليها ريفيو وارجيكم اداء الكارتات. طبعا معظمكم اللي فاهم بالبي سي شوي يعرف انه كروت الشاشة الحالية الموجودة هي كروت شاشة RTX، اللي هي RTX 2050 60 70 80 وغيرها، هاي الاجدد شيء. فشو هالشيء، كارت شاشة نوعا ما غريب GTX 1650. طبعا كروت شاشة RTX سعرها جدا غالي، ارخص واحد منهم يمكن تلاقيه بسعر 2000 درهم، 2500 درهم، نوع انه اسعارها جدا غالية، مو الكل يقدر يدفع هالمبلغ على كروت شاشة هاي. فاللي عملته انفيديا انه نزلت كارت شاشة جديد اللي هو جي تي اكس 1650، وهذا الكارت يشتغل مع كل الالعاب الموجودة حاليا، العاب الباتل رويال نفس فورتنايت، ايباكس ليجندز، كول اوف ديوتي، ببجي وغيرها، ويشتغل مع كل الالعاب الحديثة. درايفر اللي فيه يشتغل مع كل الالعاب الجديدة، وبسعر جدا جدا اقتصادي اللي هو 750 درهم او ريال سعودي، يعني يمديك تشتري 5 كروت جي تي اكس 1650 بسعر كارت شاشة ار تي اكس 2080 واحد. فلا تشوفوا قد ايه سعره جدا جدا رخيص، فراح ينفع او يناسب اي واحد وده يبني بي سي وما يبي يدفع المبلغ الكبير. هذا الخيار الافضل بالنسبه لك. وكرت شاشات بيستعمل 75 وات باور، يعني الكهرباء او القوه اللي يستعملها ما هي مره قويه، فما تحتاج باور سبلاي جدا قوي للبي سي. والكرت يساوي ضعفين سرعه كرت شاشه جي تي اكس 9050 و70% اسرع من جي تي اكس 1050، فيعني اسرع من كل الكروت اللي نفس سعره وحتى اغلى من سعره. وكمان حاب اذكر انه يشغل معظم الالعاب على فوق ال 100 فريم، ومعظم الالعاب على 120 فريم. البلاي ستيشن اللي ما يدري ماكسيموم اقوى شيء بالبلاي ستيشن 4 او حتى البرو يشغل لك 60 فريم. فكرت الشاشه ها بنص السعر وعنده القدره يشغل لك ضعف الوضوح وضعف الفريمات. مش شايفين قدامكم حاليا هي اربع خيارات لاجهزه تركبها مع كرت الشاشه عشان تبني البي سي تبعك. في حاليا راح نشوف جيم بلاي للزومبي باستعمال الكارتات، فيلا خلينا نبدا. اوكي، بدينا الجيم. في لودينج سكرين، في لودينج سكرين. اوكي، واضح انه في لغز، في جنريتر 1 2 3، في 3 فيوزات نفس دير ايس. اوكي ما لحقت اشوف، بنحاول نحل اللغز. واضح انه ماب صغير من حجمه. اوكي هلا والله، في روبوتات اورجنز. اشتقنا للمابات اللي جوها هيك، اللي هي النص مابات بلاك اوبس 3 كذا جوها، مدري كيف بلاك اوبس 4، مدري جو المابات تحسه غريب، بينما هذا الجو الزومبي طبيعي. اوه فيني ابدل سلاحي لو داخل مع ناس. شباب حد منكم يلعب كوستم ماب على البي سي؟ لو حد يجينا على تويتر، راح تلاقوا تويتر موجود بالوصف، مصير نلعب مع بعض. لانه صراحة ما، لانه في واحد مرة كتب لي ليش ما تلعب مع ناس على البي سي كوستوم ماب، ما اعرف اي حد يلعب، كل اصحابي اللي العب معهم ما يلعبوا كوستوم زومبي على البي سي او ما عندهم بي سي اصلا. طيب الماب واضح انه صغير بس مليان اشياء. اول شيء شو هاد؟ ويس ما ادري والله. طيب اول شيء ناخذ كويك ريفايف. اوبريشن ابورت، اوكن كاتبين لنا شو لازم نسويه. اوه نفس تحديات اورجنس. اوكي 150 هيد شوت، اوكي راح اسويها. منحني هون
قصه. وين اخر زومبي؟ افتح الصندوق قبل ما يجي نفتح. اوكي الاسلحه اللي فيه واضح انها رهيبه. اوكي اوكي لا سلاح رهيب، سلاح شكله خرافي. حلو اثنين مع بعض. هل موسيقى سامعها قبل انا؟ موسيقى زومبي وورلد وور 2 اظن. كاتاليست ارتد وحاط لك راديوهات كمان والله. يا اخي هذول الناس اللي سووا هالمابات نفس اخر ماب لعبته كمان من فتره قطعت شيلد ويتعب ويحطوا لك راديوهات. المشكلة يعني ما إلهم أي فائدة، ما ياخذوا فلوس من ورا تصميم المابات بس هيك يحبوا الزومبي. لا 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 لازم أسولف أنا. يحبوا الزومبي يحبوا يعملوا مابات وكذا يعني، ما يعني مهما الناس حملوها ولعبوها ما ياخذوا أي فلوس من وراها. والله الماب جميل. اللي يحلل الماب الاسلحه ايش بلاك اوبس 4 ما يحطوا لك اسلحه او زومبي بلاد كذا. الزومبي يخلوها اسلحه لحالها يعني، اذا الشخص مصمم ماب ومصمم لك كل الاسلحه اللي فيه بلاك اوبس ليش ما يتعبوا شوي ويعملوا لك اسلحه خاصه للزومبي؟ لازم يجيبوا لنا اسلحه المالتي بلاير دائما. طيب نفتح باب. نفتح باب. اوكي اورجنس اورجنس. متاكد المكان طلعت منه كان في قطع ما اخذتها، لازم ادور عليها شوي. بس انا ما قاعد العب بلاك اوبس 4 انا اطلب ضربات واموت فلازم انتبه. شي هون؟ لا. البوكس. ما ودي اغير السلاح رهيب والله. او كبوم انهي الراوند وناخذها. الو نحتاج امو الصراحه ولا السلاح خرافي يعني ما كان في داعي غيره. هلا والله. اوكي شو هيكون؟ اظن كلاب كلاب اكيد كلاب. جو الماب شكله وضع كلاب ولكن يفاجئنا بشيء ثاني. لا حتى من صوت السبون حقهم كلاب. ايوه افتح الباب. الباور هلا والله. احلى شيء الباور اللي هو يكون ضغطة واحدة وخلاص. جقر الله اشتقنا لك يا الجقر. جمع له شو هون؟ اوه في بنك نفس ترانزيت يمديني احط فلوس. لا 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 لازم ادفع 20,000 لافتح التطوير. ليش؟ ليش يا ظالم 20,000؟ في راديو هون. اجقر ولا افتح الباب؟ لا والله خليني اجقر. راديو عطلك 1000 راديو ما شاء الله عليه. او شكل البركات حلو نفس بلاك اوبس 2.
تقريبا اظن بلاك اوبس 2 كان هيك شكل بركات نوعا ما، الوانها غامقه. في باب هون. والله في باب. كم 500؟ ما انتبهت له. سبيد كولا، والله نحتاج سبيد كولا. شو هي شو هي؟ لقيت منها في البداية والحين هنا. تاخذ ارواح. اوكي خلنا نشوف شو راح تسوي. بس تاخذ ارواح. اقسامه نحتاجه. بيرك اضافي. ابي اشرب بيرك. خلاص طيب. اوكي الكتريك شيري، حلو حلو. انه لو انحنيت اعطيني 100. في اي شيء يا عم راسل؟ ما ابي زومبي بلاد. هي خلصت ارواح. يلا سبيد كولا. انا كان ودي دبل تاب، بس اظن يمديني اشرب فوق الاربع بركات. معظم اللي يسوي كوستم ما في يسمحوا لك تشرب بعد ما تبي بركات، بينما اللعبه الاساسيه فقط اربع. احلى شيء بالمكان انه ما يطلع زومبي من وراي. والله مكان حلو. بس خلصنا، خلصت الارواح هنا صح؟ لازم نروح نعبي ارواح في المكان الثاني. خليني افتح الباب من ورا اهرب. هلا والله. شو هاد؟ ما كنت بركات العشوائيه. اوكي نرجع لها بعد شوي. تليبوتر. في تليبوتر بشر راح ينحشر. اوكي في هنا نعبي ارواح. خلينا نعبي ارواح. يا الله حرام البركات. حرام. Turning into a damn meat maggot, am I? اوكي هنا ما يجي وراي زومبي صح؟ ما يجي. خلني هنا الف لف فيهم. كبوم باخذها وبروح. كويك ريفايف سريع، ما نبي جيم اوفر. كويك ريفايف ولا جاجر؟ لا كويك ريفايف اهم. حلو راوند كلاب. اخذت له فلوسنا هنا. ما يسحب ارواح كلاب صح؟ بس زومبيز. نروح نجقر سريع. Take a few more hits to bring old Dempsey down. هي عبيناها ارواح. هي اللي تحت لسه ما عبيناها. بركات عشوائية كم؟ 2000 المفروض تكون رخيصة. 1500. ايوه. اي 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 عيب 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 عيب. الكلام ده عيب. الكلام ده عيب. الكلام ده عيب. الكلام ده والله ما بحشرة. اقسم بالله ما بحشرة. ابي الدث ماشين. ابي الدث ماشين. ابي الدث ماشين. اوكي بيبي اي نو يو نيد مي سيريسلي ثانك يو. هي يا شباب يا شباب يا شباب. ليش الباب ما قاعد يفتح؟ الباب ما قاعد يفتح. اوكي شباب. هذا هو الماب اصلا. كنت ابي ادخل
جيم تاني نجرب، بس هذا هو الماب، بس تفتح تطوير وخلاص. ماب حلو شغل سيرفايفل. فانا اخر فتره كل شوي عم ورجيكم ماب، العب ماب وما احل لغزه، فراح اسوي تصويت على تويتر قريبا اشوف انو اعلى ماب بدكم احل لغزه راح احلها. في هذا له لغز، في الماب تبع ريد ديد ريدمشن له لغز، وفي الماب الاخير اللي سويت عنه فيديو اللي هو جدا خرافي له لغز. فاكثر ماب راح تصوتوا له على تويتر راح اسوي له بث مباشر نحل لغزه مع بعض ان شاء الله، مشان اللي يقول لي بشار ليش تسحب على الغاز، المابات هي لها الغاز رهيبه. فاي ان شاء الله راح احل لغز، راح احل لغزها قريبا. فيا شباب حفظ اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات شو رايكم على الماب، وبس كان معكم شركيات وشركه كيشكم فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامه.